ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. ضيفنا اليوم هو فاعل جمعوي عبد الحق عزمان، رئيس جمعية ريال للتنمية والبيئة في مدينة الرحمة. مرحبا بك معنا سي عبد الحق عزمان. نشكر سي فريد ونشكر جريدة أنفاس، جينا نهضروا على هاد الإهمال وهاد التدهور ديال هاد الجرة الكبيرة، هاد المساحة الخضراء اللي تتمدد اللي حبان الله بها، اللي فيها تقريبا اكثر من 3 كيلومتر، اللي ما كاينش شي منطقه اخرى، ولكن ما كاينش الحفاظ عليها لا من ناحيه الساكنه ولا من ناحيه المسؤولين. وجينا اليوم باش نوصلوا صوتنا للمسؤولين على هذا الاهمال وعلى ادماس السكن. مشكوره كانت صوبتها جوج خطرات، وتقريبا في الاخر عودتها صوبتها واحد الكلفه اللي هي اكثر من 3 مليون ديال الدرهم باش دارش، ولكن الجمعيه اللي خاصه تكون مسؤوله ما عمرها ما دارت شي دور فيها. انتوما كجمعيه يعني كتنتمي للبيئه، ما يعني ما قدرتوش انك ترسلوا لقسم الشؤون ديال البيئه، يعني لا في العماله ولا في الجماعه؟ لا، احنا راسلنا ترسل المسؤولين، وبدورنا كجمعويين الدور ديالنا محدود في التوعيه والتحسيس، تنديروا مسابقات، نديروا الحفاظ على البيئه، ولكن هذا نداء، رسالتي الاولى للمسؤولين، خاص يكون واحد الصيانه كبيره لهذا المرفق هذا، وهو المتنفس الوحيد اللي عندنا هنا في الرحمه، وما كاينش شي اماكن اخرى ولا شي مدن اخرى. 3 كيلومتر ما ساهلاش، ولكن راه وخسرات على الدوله ولا الفلوس، وفي الاخر ها هو تيمشي خطوه خطوه. راه انتم تشوفوا دابا حتى من الحيوانات ولاو تيدخلوا ليها، حتى من الجميع ما يخطر لكم في بالكم ولا في هاد. قلتي لي حتى الكلاب الضاله، حتى الكلاب الضاله، هذه الكلاب الضاله عندنا موضوع ديالها خاص بوحدها اللي خاص الجماعه تدخل، حيت هذا دور ديال الجماعه خاص تدخل فيه الكلاب الضاله بلا عداد. ولكن كي قلتي لي كيدخلوا حتى الحديقه، لانه كتكون واحد خطر كبير على الناس اللي كيجيو. خطر كبير، وهذا هو المتنفس اللي عندنا في الرحمه، اللي فين تيتنفسوا الناس وليدات ديالهم وتيخرجوا. ثانيا وثالثا تنوجه الرساله ديالي للمسؤولين، وخاصه الجماعه والسيد العامل ديال اقليم النصر، باش يكون واحد العنايه، واحد العنايه بهذه المنشآت اللي داروا بواحد الكلفه ديال الفلوس، وفي الاخر تدور. ورسالتي الثانيه حتى الساكنه خاصها تحافظ على هذه النعمه اللي ما كايناش بلايص اخرين، اللي خاص يكون في انشطه ويكون. شحال من جمعيه ديال البيئه كاينه في مدينه الرحمه؟ كاين جمعيات، ولكن الدور ديال الجمعوي محدود. يعني مثلا جمعيه البيئه، يعني مثلا لا، انا تعقب على الجمعيات كما ذكرتي الاخ فريد، الجمعيات اللي يشدوا البرنامج اوراش اللي دارت الدوله من المجلس الاقليمي ديال العماله، حتى واحد ما دار، راه خرجت فلوس كثيره اللي استفدوا منها. علاش هاد الناس اللي رسالتي الثالثه موجهه لهاد اللي يستافدوا منها؟ يعني انت ما كتلومش غير الجماعه، يعني كتلوم لا، تلفع الجمعوي خاص يتكاتف الجهود في التوعيه وتحسوا. احنا تعرفوا، ولكن دابا الدوله راه دارت هاد الورش باش في الامكان ديال سميتو الامكان ديال هاد الجمعيات اللي يستافدوا من برنامج اوراش، باش يجيو يديروا واحد النظره في انتظار الجماعه دير خدمتها ولا العماله دير خدمتها. وتنطلبوا من السيد الوزير باش هذا الشيء ما خصوش يبقى يتدور بحال هكاك. اخر رساله للسي عزمان، اخر رساله اللي بغيتي توجهها؟ الرساله عندي في ثلاثه المحاور. المحور الاول هو السيد العامل والجماعه المسؤولين الاولين، ثانيا الساكنه، الناس اللي تيجيونا خصهم يحافظوا على هذه النعمه اللي حابنا الله بها، اللي ما كاينش شي مناطق اخرى. ثالثا وهما الجمعيات، نتكاتفوا الجهود. حنا تنعرفوا الدور ديال الجمعوي محدود لا في الميزانيه، ولكن الناس اللي يستافدوا من الاوراش خاصهم يديروا واحد الدور هنا
باش تبقى هذه العنايه. والحمد لله على هذه النعمه، هذه راه نعمه هذه، هذا المتنافس وما كاينش بلاصه اخرى. ولا بدا الانسان خاصه يخرج هو وليداته ويخرج وليداته، وخاصنا كل شيء، لا ساكنه ولا فاعل جمعوي ولا مسؤولين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.